المغرب اليوم كيعرف واحد المجموعة ديال الاحتجاجات اللي هي العنوان ديالها الرئيسي هي المطالب الاجتماعية والاقتصادية ديال الساكنة، انطلقت مع حراك الريف وامتدت الزاكورة الجرادة، واليوم كنشوفوا الحراك اللي ناض في الفنيدق. هذه الحراكات هي مسألة طبيعية، علاش؟ لأنه منذ تقريبا يعني هذه 10 سنوات الأخيرة ديال 20 فبراير الدولة ما استجبتش المطالب ديال الشعب، فالناس ملي كيكون عندها واحد يعني المعاناة الاجتماعية، مطالب اجتماعية، فكتخرج للشارع اوتوماتيكيا متشبعة بالقيم وبالشعارات ديال 20 فبراير. فالفنيدق اليوم هي واحد يعني ترجمة لغياب السياسة العمومية وغياب رد الدولة على داك الشيء اللي وقع بعد ما الدولة غلقات يعني الحدود وغلقات هذاك المورد الرزق اللي كان عند هذيك الساكنة في الحدود مع سبته ومليليا المحتلتين، فتدار الإجراء ديال الإغلاق ديال يعني يعني ما كان يعرف به سياسة يعني التهريب ديال السلع، واللي كانت هي واحد المعيش يعني مصدر رزق ديال هذيك المنطقة كلها. فشنو خرج؟ خرج اليوم الاحتجاج ديال الفنيدق، ومع الأسف ما كاينش يعني تجاوب بناء على سياسة واضحة، بناء على حوار عمومي مع الساكنة. كانت المقاربة الأمنية مع الأسف، وكان يعني الحجة هو أنه كورونا يعني الوضعية الوبائية، فهذه المقاربة هي نفسها اللي قامت بها الدولة في مجموعة ديال المناطق واحدة أخرى، الريف، مناطق أخرى. يعني كيبقى العنوان الأبرز هو الساكنة تحتج، الحركات القطاعية تخرج، والمقاربة الأمنية للأسف هي اللي كتسبق. عاد من بعد كي يكون واحد النوع ديال المحاولة للرد على هاد يعني الاحتجاجات بنوع من الحوار اللي هو محتشم. ف20 فبراير كانت واحد السياق إقليمي معين، كانوا مطالب اللي هي سياسية كبرى عنوانها الملكية البرلمانية، وما كانوش أحكام بالعشرين سنة، من سنة إلى 20 سنة. فإلا جينا نهضروا على الأحكام ديال الريف، هي أحكام بالإضافة لأنها قاسية وكل شيء كيتفق عليها، فهي كتزيد من هذا الاحتقان اللي كيعرفوه الشارع المغربي، وكتزيد يعني من زرع واحد النوع ديال اليأس عند الشباب، خاصة الشباب اللي كيخرجوا من أجل مطالب اجتماعية، كيعانيوا من التهميش، كيعانيوا من الإقصاء في مجموعة ديال المناطق. فأنا بالنسبة لي هذه أحكام اللي هي غادي غير تزيد أنها تعكس واحد النوع ديال يعني الشد والجد ما بين يعني النشطاء والمدافعين على حقوق الانسان والفاعلين الحقوقيين والسياسيين والدوله. فبالنسبه لي انا هذه الاحكام يعني خصها تكون في واحد تكون وصلت لمرحله ديال انه حان الوقت لفتح الحوار ما بين يعني الدوله والمختلف الفاعلين المعنيين، باش انه يتم الافراج على المعتقلين ديال الحراك ديال الريف، وتتم المصالحه مع المنطقه ب أجوبة تنموية وتحقيق المطالب اللي رفعوها النشطاء ديال حركة الريف. أنا يعني وحدة من الشباب ديال حركة 20 فبراير، كنعتبر بأنه الشباب ديال حركة الريف هما واحد لا كونتينيتي ديال الحركة ديال 20 فبراير، واستمرارية المطالب خصوصا في الشقها الاجتماعي والاقتصادي اللي رفعوه الشباب ديال 20 فبراير. فأنا كل أمل أنه الدولة تستوعب يعني الحجم ديال هذه الكارثة، لأنه خيرت الشباب في سجون. فعندي أمل أنه واحد نهار يعني يكون قريب جدا الدولة تطوي هذا الملف، يتم الإفراج الكلي على المعتقلين، تكون المصالحة. فبالنسبة لي يعني أنا كنتمنى أنه يكون حتى هما عندهم هذا يعني هذه الرغبة هذه، في أنه يكون واحد الحوار صريح ويعني مفتوح وحقيقي من أجل يعني بلوغ هذا المطلب اللي هو الإفراج الكلي عليهم، ويرجعوا لعائلاتهم، يرجعوا يشاركوا في المسار ديال التنمية ديال الجهة ككل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.